السلام عليكم ومرحبا بكم أصدقائي ومتابعي قناة ألي سكيلز لعالم الفلاحة والطبيعة والزراعة. مرحبا بكم في يوم جديد ونهار جديد وموضوع جديد وجو جديد وجد رائع. الثلوج تكتسح أو منطقتنا في الأولاس بالجزائر تكتسي الحلة البيضاء ثلوج وخيرات ما شاء الله ما شاء الله، وقد ذاب الكثير منها. وبدون إطالة سنتطرق إلى موضوع جد مهم يهم الأشجار المثمرة، خاصة شجرة التفاح وباقي الأشجار المثمرة، فتابعوا الفيديو إلى آخره لكي تستفيدوا. مرحبا بكم أصدقائي الفلاحين ومتابعي قناة ألي سكيلز في هذا الفيديو الجديد. الحمد لله بعد أمطار وثلوج الخير، وهي يعني الأجواء المحببة والمفضلة للكثير من الأشجار المثمرة، خاصة صنف التفاحيات التي تحب وتعشق البرودة. لماذا؟ لأن البرودة عامل مهم جدا في إثمار ونجاح شجرة التفاح والكثير من الأشجار المثمرة، بالإضافة إلى الثلوج التي تعطينا الكثير من المياه لتملأ خزانات الآبار والسدود، فالحمد لله، وهذا استعدادا لموسم السقي في الصيف. أصدقائي المتابعين، لماذا تنجح شجرة التفاح في المناطق الباردة؟ أنا في الأوراس، منطقة الأوراس في شرق الجزائر، وهي منطقة جد مشهورة بأشجار التفاح، فهي تعطي أفضل أنواع وثمار الأشجار وثمار التفاح من حيث الكمية وأيضا حجم الثمار ونوعية الثمار، فهي ثمار جد ممتازة. الكثير يتساءل لماذا، فالسؤال وبدون إطالة أو الجواب وبدون إطالة هو عامل البرودة. كيف ذلك؟ كيف يؤثر عامل البرودة؟ أصدقائي المتابعين والفلاح، شجرة التفاح وبعض الأصناف من التفاحيات لها شروط، لها شروط لكي تنجح. عندما أقول تنجح، أنا لا أتحدث عن نجاح الشجرة والأوراق والنمو وغير ذلك، لأن شجرة التفاح وأي شجرة في العالم يمكنك غرسها في أي منطقة من العالم وربما ستنجح وستعطي أوراق وستنمو وستعطي أغصان ولغير ذلك. لكننا لا نزرع هذه الأشجار لمجرد الزينة والحصول من أجل الزينة والحصول على الأوراق، بالعكس فنحن نبحث عن الثمار، فنحن مستثمرين نسعى إلى كسب الرزق الحلال من خلال الثمار والاستثمار. ومشروع التفاحيات والكثير من الأشجار المثمرة هو أحسن مشروع فلاحي من حيث المردودية وغير ذلك، رغم التعب والوقت والجهد الذي تتطلبه مثل هذه المشاريع في السنوات الأولى. أصدقائي الفلاحين، نغلق القوس ونعود إلى الموضوع. شجرة التفاح هي شجرة من أهم وأبرز شروط نجاحها هو درجات الحرارة المتدنية شتاء. أقول درجات الحرارة المتدنية شتاء. ماذا أقصد بدرجات الحرارة المتدنية شتاء؟ أقولها بكل بساطة، من الفلاح إلى الفلاح وبغض النظر عن التفسيرات العلمية المعقدة للكثير من الإخوة الفلاحين، أنا فلاح وسأشرح الفكرة مباشرة إلى الفلاح وبكل بساطة. أخي الفلاح، شجرة التفاح تحتاج ما يعادل أكثر من 800 ساعة تكون فيها درجة الحرارة أقل من 7 درجات. أقل من 7 درجات، يعني إذا كنت تسكن في منطقة باردة وترى أن درجة الحرارة في الشتاء في الكثير من الأيام والليالي يقل فيها معدل درجات الحرارة عن 7 درجات، فيمكنك زراعة أشجار التفاح وستنجح بإذن الله. أما إذا كانت درجات الحرارة تتراوح بين 9-10 فما فوق في الشتاء، أو هي تقل عن 7 درجات لبضعة أيام قليلة، أسبوع أسبوعين 3 أسابيع في السنة،
أو في فصل الشتاء، فمشروع أشجار التفاح هو مشروع خاسر أصدقائي، لأنك لن تنجح فيه. ستنمو أشجارك، ستعطي أوراق، لكنها لن تثمر بشكل جيد، وإذا أعطت ثمار سيكون حجمها قليل وتكون كميتها قليلة جدا. لذلك من أهم أسباب وعوامل نجاح شجرة التفاح يجب أن تكون درجة الحرارة متدنية. هنالك عوامل أخرى سنتطرق إليها أصدقائي. إذا كنت أول مرة تصل إلى القناة، لا تنسى الاشتراك ودعمنا بضغط زر الإعجاب، وأيضا ترك تعليق يحفزنا، أو فيه استفسار حول موضوع ما وسنتطرق إليه في قادم الأيام بحول الله. نعود إلى الموضوع أصدقائي الفلاحين. قلت بالإضافة إلى عامل درجات الحرارة المتدنية أو عامل البرودة التي تتطلبه شجرة التفاح باختلاف أصنافها، فنجد أن التفاح الأحمر له متطلبات أكثر من البرودة مقارنة بتفاح الجولد مثل الأصفر، وأيضا تفاح الرويال أو تفاح الهانا. فلكل تفاح شروط، لكن أنا أعطي لكم خلاصة الموضوع وخلاصة الموضوع المعلومات وبشكل عام لكي تفهم جيدا صديقي وعزيزي المشاهد، قبل أن تستثمر وتبدأ مشروعك وأنت لم تقم بدراسة ميدانية. لذلك أنا أخبرك، أشجار التفاح تحتاج برودة كثيرة، والكثير من الساعات والكثير من الأيام من البرودة ودرجات الحرارة التي تقل عن 7 درجات في فصل الشتاء. هذا العامل الأول. العامل الثاني، يجب أن لا تكون الرطوبة كبيرة، يعني المناطق الساحلية وغير ذلك لا تصلح فيها شجرة التفاح، ولا تنجح بشكل كبير ولا تعطي ثمار جيدة وبكمية جيدة. أيضا شجرة التفاح تحب المناطق المرتفعة، يعني إذا كانت أرضك ارتفاعها حوالي 500-600 على سطح البحر، فشجرة التفاح لن تنجح معك بشكل جيد، فهي تتطلب ارتفاع لا يقل عن 1000-1200-1300 عن سطح البحر لكي تكون شجرتك ناجحة وبامتياز وتعطي أيضا ثمار جيدة وممتازة. هذه أبرز العوامل الطبيعية التي تتطلبها شجرة التفاح لكي تنجح وتعطي ثمار جيدة وممتازة في كل سنة. هنالك أيضا معلومات أخرى تخص التربة وأيضا المياه وكيفية الاعتناء، سنتطرق إليها بحول الله في فيديوهات قادمة. أصدقائي، أنا أقدم لكم معلومات بسيطة مقابل لا شيء، فقط أطلب دعمكم بترك تعليق والاشتراك في القناة وضغط زر الإعجاب، ولما لا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة ويستفيد الجميع. شكرا لكل من وصل إلى هذا الفيديو وكل من وصل إلى هذه الدقيقة من الفيديو، أشكركم من أعماق قلبي. دمتم سالمين، ونلتقي في حلقة جديدة ودرس جديد وموضوع جديد في يوم جديد، وإلى اللقاء.